الو، نعم يا اخي الكريم. ايوه بحكي معكم من شام من فلسطين. تفضل، مرحبا بك. بصراحة لدي سؤال يا شيخ. سل. يعني ما حكم الشرع في انه الفارد يحط مثلا رمد فيها قرآن بالحمام وهو في الحمام؟ نعم، هذا جائز ام حرام؟ اعد سؤالك وفقك الله، اعد السؤال. يعني ما هو الحكم الشرعي في رمي يعني دينية في الجوال يعني من الحمام؟ اي نعم، لا بأس بوجود النغمة على المحمول ودخوله بالمحمول الحمام، لكن يبادر بإغلاق الهاتف إذا تلي القرآن هنالك، والله أعلم.